السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بصوا الورده فتحت، المره اللي فاتت كانت مقفوله شويه. ام وليد اهي، ازيك يا ام وليد؟ الله يخليك يا صدفه. عامله ايه يا ام وليد؟ الله يخليك. ومعانا كمان ام حسن، ازيك يا ام حسن؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. فاحنا بقى لسه جايين من شويه، انا سبقت محمد ومحمود، جيت قبليهم هنا كنت بجيب حاجاتنا وحسن، وجينا بقى على هنا النهارده بقى ايه هنعمل حاجه حلوه. الحمد لله الموضوع متوسع معانا ببركه ربنا، هقول لكم بقى ليه في الاخر، يعني في الاخر كده هقول لكم ايه ليه وايه اللي حصل وايه اللي جد علينا. احنا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك اول حاجه بقى الطماطم نغسلها ونبتدي بقى ايه نجهز الحاجه ونشوف هنعمل ايه. دي الطماطم اهي، الاول نغسلها عشان خاطر نبدا نعملها على البوتاجاز عشان خاطر نضربها في الخلاط بعد كده. انا جايبه الهاند بلندر معايا، وهنا ايه ودي شنط فيها حاجات، وادي الحلل اهي. هنعمل كفته، الكفته هي عشان نقعد نصبعها، انا مخليها تحت هنا اهي، نقعد نصبع العجينه بتاعتها. نشوف بقى نجهز، نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله. حطيت الطماطم غسلناها وحطيناها على البوتاجاز هنا كده علشان تتسبك شويه قبل ما نفرمها عشان تسهل معانا اهي. كمان هلو هلو يا اخويا، هلو هلو. عايزه اقول لكم هموت، الحموده هتموتني. جابلك اللبن؟ مش قادره. بسم الله. الجو حلو قوي النهارده على فكره، احسن من كل مره. امبارح كان حلو. التيشيرت ده بتاعي اللي على رجلك كان، التيشيرت ده بتاعي. لا حرام. طب امبارح محمد غني لنا اغنيه، ما تغني لنا اغنيه انت النهارده. ايوه غنيت اغنيه، لما قلت لك قلت لي موال. شفت الله كلم يا بيه. البي مين؟ انت. هو في غيرك يا حليتها؟ مصطفى القط. بالظبط فاضل 3 كفتيات في الصينية. مش هروح اكتر، نعمل فيك ايه؟ 4 5 6 7 8 9 10 في كم واحدة؟ ده كده تطلع 4 5 5 6 لسه في واحدة كمان. لسه محمياني وانا قاعد ورا. بسم الله صلى على النبي يا جماعه. اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله.
دلوقتي عمال تلف زي الجو. الشعرية حط واحد كمان. انت بتوزن بس كفايه انا طلع حته سمنه كبيره كده. زمان كنت بخش مطبخ متعمر اول ما اسمها جنه دي طلعت كنت اقعد اكلها بالمعلقه لما تخش بيها نص الحله فاضيه. اه تاكلها بالمعلقه وتخش الحمام بعد كده. لا لا مش الكلام ده. انا يا ابني انسان انا مفعل هاكر في بطني بول ماجيك وايم وامدادات ورادار وكله وسرعه وسبيد وكله. بسم الله ما شاء الله عليك. فعل هاس في بطني. ربنا يديك الصحه يا عم. الله يخليك. هي هتصيح مع الحراره. الشمس تيجي بس وهتلاسح. بس المفروض كنا عملنا علبه للرز وعلبه للكفته. لا قول على بعض. ما عيبوش الرز. مش هنزود صلصه. طب وافرض ناس بتشتكي. بس خد بالك عشان ممكن تكون الحله فيها ميه. طب ما يتشش؟ عشان ما يتعشش. فيها ميه اساسا. طب انت حط بايدك يعني. صب ولا بايدي؟ محمود يمسكها لك وانت حط. بايدي؟ بسم الله. طب على رسول الله. الله عليك يا عم بقى. حط يا اخي حط. مثلوا على ايدي. ايوه يا اخويا ايدي. مثلوا على ايدي. انا رايح لبس بطاقيه وجيت. يعني انا بجيب ميلك عشان وميته ولا كفايه؟ من غير ميه؟ لا ادعي الميه خلي الميه كفايه. صف الميه يا محمود. صف الميه يا ريس. صف الميه يا ريس خدها قلب. بس هو يجي مالك ثاني ولا مش طيب. طب بس محمود يا مصطفى عندي كتفك تعالى ولا حاجه بتاعت الرز. بورقة بقى عشان شكرا هتنسى بورقة. بورقة فين بقى؟ محمد قلب الرز من النص ما تخليش الرز عين كده على الوش. لا ما تخليش عين كده خلي الميه مغطياه. حط شويه ميه محمود. لا احنا بص انواع الرز احنا اول مره نجربه فسيبه عشان ممكن في انواع ما تاخدش ميه كتير. نجرب اول حاجه لو محتاجه نزوده بس بقى. نزله بقى كده. حطوا حبه كمان وغطيه حبه صغيره. ميه؟ اه. شغلنا كده. بس شوف بقى يستوي براحتك. انا بعمل ايه؟ انت متعوده يا ولدي. رجلك ولعت؟ اه. وانا قاعده بشتغل. انا رحت وجيتي؟ انا رحت وجيتي. استرحت. طب ما انا جيت ليه؟ استني يا حسن. اسرع اسرع مشوار راحته. اه دخلت غسلت ايدي وجيت. احنا عايزين نوصل كهرباء هنا مفيش كهرباء. بس انا حتى فيشه.
اكبر مما في الدنيا. المشروب بتاعك ما نزلش. بسم الله عليكم جمالكم. صور لي البنت في اللفه الاخضر جايه من هنا. انتوا دايس في وشكم يعني؟ طب شويه ميه ومسمس البرطمانات. اه هظبطها. هات اللفه لفه من وراك يا استاذ. الله ينور يا صدفة. مفيش غير صدفة ولا ايه؟ الريحة. الله ينور يا محمد. المطبخ لسه جاية اساسا سابتنا ومشي. المطبخ سعاد يعني مفيش. الله ينور. الله ينور يا سعاد. انت جاي تنورنا ولا ايه يا ولد؟ فده جاي تدوس على الزرار وتمشي. بعيد عن الزيت. بعيد عن الزيت. ضحكوا عليا يا مصطفى امبارح. ليه؟ عملت تحدي مع عمه ونصبوا عليا. مع مين؟ مع عمك؟ والله؟ والله العظيم. طلع لها الحكم في فيديو خلاص. مين؟ ده قالت لي ان انا كمان اتغلبت. كمان؟ قال يا حاجة فاطمة؟ ضحكوا عليا. شغل الشغل يا محمد. في اي مكان؟ ده هنا جنب ده هنا. خد شوية. حرام عليك. بس مش كله. ايه تاني؟ انت بتحط لي بيقع من تحت. الله عليك. الله الله. خلاص حمرت الحلة ونقلي الحلة تاني كله في الحلة. ونقلي الحلة تاني ريحة زيك. عشان حط يا محمد حط. توجعوناش. هروح اشتغل عند شيف تاني. مطاعم كتير. مش هتلاقي اطيب منها وهترجع تاني. هم مش هيلاقوا في خدمتي. سيبك اطيب منها ما تطبلش. برضك تاني؟ لازم تطبلها يا ولد. ايوه الشهر ايوه بنطبل. حلوه المقصوصه دي؟ قللوا طب النار عشان النار. عمري شفت حد هيجيب لك حاجات دي؟ انا اللي مش جايب اي حاجه معاك. عندك جزه يومين يا اسطى. عشان احنا اللي بنتعب. تعمل كل حاجه في طب شويه بهارات. سيبها بقى تتشوح بقى التوم يتحمر. انا بظبطه بس كده. فكده بقى تخنق الحله بحله مفضيه في حله الصلصه وناخد منها. بس يا مصطفى خلاص. فكرك بتشط الملوخيه. السمن كده كده هتحط. هات الكوز من ورا. ما تحطش كده عشان خاطر لسه ما فيهاش ميه. نزودها ميه. خد الكبشه خلاص. موني
عطيها بقى وسيبها تثبت براحتها، لكن اصلا مش ثابته. ايوه ايوه عطيها بقى وسيبها. نجيبها بس لغا افتحها عندك. اديتهم خلاص على زي تاني. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. اخر دور في الكفته اهو. حشر نفسك في كل حاجة. الشيف العالمي محمد. ايوه يا باشا. الشيف. الله اكبر عليك يا محمد. الله اكبر عليك. امال اعمال ايديا وحياه عينيا. شوف امال. ايوه كده. احنا هنخليك بقى ايه الطلعة الجاية انت اللي هتطبخها لوحدك. الطلعة الجاية انا والصف بتوعي بقى، انا وفريق العمل بتوعي. انا وانت يا اسطى. هنيمكوا في البيت. ايه؟ هنيمكوا في البيت. ايه ده ليه كده؟ انت مع صدفة مش معايا يا حبيبي. الله الله، شفت يا صدفة؟ امال ايه؟ شفت بيبيعني ازاي؟ امال ايه اللي باعنا خسر دلعنا وانت اللي ابتديت يا صاحبي. والبادي اظلم. الله 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 الله. بس كفايه كده يا محمد. الغيط غيرني قوي. ايوه الغيط غير الغيط غيرني. استنى بقى كده هات. طيب خلاص احنا كده خلصنا. اتاخرنا شويه النهارده شويه، سبتهم ربطوا بشويه في نص. أيوة. النهار و خلصنا كده عملنا الكفته. انا حاسس يا جماعه على فكره مش عمود نور، انا حاسس. ثواب ثواب لله. اعمل حاجه. ما هو انا واقف عامل عمود اهو. وخلاص بس كده النهارده اليوم بتاعنا خلص وخلصنا كله. وطريقه الكفته اللي هتعمل لكم فيديو لوحدها بكره ان شاء الله. المقادير بالظبط بكل التفاصيل. ما تشوفش عشان يلم ده. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم. خلاص الحمد لله انا وصلت البيت. اليوم النهارده كان حلو. النهارده ما شاء الله كنا اعوذ برب الفلك عاملين تقريبا فوق ال 50 كيلو رز بس، غير بقى اللحمه والكفته والكفته والحاجات دي كلها ما شاء الله. فالخير كان كتير قوي النهارده الحمد لله بفضل ربنا. عايز اقول لكم يا جماعه ان الوجبات اللي احنا بنعملها دي بنطلعها بمجهودنا احنا، بفلوسنا احنا، بناخد من ارباح الفيديوهات اللي بتيجي وبنطلعها احنا لحسابنا. يعني احنا قبضنا من اليوتيوب النهارده. انا لما سبتهم كده رحت قبضت وجيت، قعدت بقى كده حسبت الفيديوهات اللي جابت الايام اللي فاتت للموضوع ده، وحسبت المبلغ طلع لي مثلا مبلغ معين بقسمه على عدد مرات الاسبوع. انا بعرف الاسبوع مرتين يعني 8 مرات في الشهر، بقسم المبلغ عليهم على حسب بقى ما يجي. يعني يوم هنعمل عدس، يوم هنعمل فول نابت، يوم هنعمل كفته، يوم هنعمل فراخ، على حسب كل شهر. فانتوا كل ما تتفرجوا على الفيديو اكتر كل ما ارباحه بتبقى اكتر، كل ما الوجبات بتزيد. فانتوا طبعا مشاركونا في الموضوع ده. عايز اقول لكم خبر وحش جدا النهارده. عم مجد راح دكتور محمد الوراقي امبارح
والدكتور قال له مش هينفع تاخد كيماوي، وحوله على الدكتور اللي هو في مصطفى محمود، اللي هو محمود فرغلي تقريبا. ورحنا له النهارده، قال للاسف مش هينفع، قال له الموضوع مش فيه، وحولنا على معهد الكبد. وعم مجد بطنه اتخرمت وبقت تنزل ميه لوحدها، ومش هينفع يعمل عمليه ولا هينفع ياخد كيماوي كمان. فانا مش عارفه لو حد يقدر يدلني يكلمني على الانستجرام، ياخد البيانات كلها والتحاليل بتاعته كلها والاشعاعات اللي احنا عملناها، يوريها للدكتور تاني ويقدر يفيدنا، يبقى كتر خيره. يلا، السلام عليكم.